السلام عليكم. إن مصير المدن المعاندة أن تتحمل أعباء كفاحها للظلم وأن تنافح من أجل حياة كريمة بلا احتلال. إنها غزة التي اختارت أن تظل شوكة في حلق عدوها وصداعا مزمنا يمنعه من الشعور بالأمن والأمان، ولأنها كذلك القادرة على مفاجأة الأعداء بما لا يتوقعون وتلقينهم ما لا يشتهون، تدفع الثمن فتجوع تعرى وتكابد الألم اليومية من أجل انتساع لقمتها المغمسة بالعزة من أنياب الظلمة والأعداء. إنها غزة التي أرادوا لها أن تجوع فصنعت من جوعها كابوسا يلاحق أعداءها، وأرادوا لها أن تركع فعلمتهم كيف يخفضون هاماتهم تحت وقع ضرباتها المظفرة. أرادوها ذليلة فأعزها الله وأعز كل من يقف إلى جوارها. أرادوا لها الموت لكنها تشبثت بالحياة وخططوا من أجل نهاية مؤلمة لمدينة تقاتل بأطفالها الأبرياء وتسقي فيها الأمهات نخيل الألم بدموع الحب والحنان، لكنها خططت أن تهزمهم وتطردهم وتلاحقهم، فكان لها المجد شامخا والبطولة ساعدا والانتصار حليفا. فلسطين أبطالك أسود وسباق، بالعز بالمجد بجروح كتايب. ما قصرت يا بطل مهيوب وعالي لجبيني، خلقت منك الكرامي، عشت وعاشت الأسامي. مش كلمة مش سهل اسمك بالعالي فلسطين. ما قصرت يا بطل مهيوب وعالي لجبيني، خلقت منك الكرامي، عشت وعاشت الأسامي. مش كلمة مش سهل اسمك بالعالي فلسطين. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. عاشت وتعيش غزة أوضاعا اقتصادية قاسية وتعيش أياما صعبة في محنة شديدة منذ أكثر من عام، لكنها تشتد أكثر فأكثر مع مرور الأيام، ولا سيما في الآونة الأخيرة التي تزامن فيها الحصار الصهيوني البشع للقطاع مع إجراءات السلطة الفلسطينية، العقوبات التي فرضتها على شعبنا منذ نيسان عام 2017 حتى هذا اليوم. وصلت غزة إلى معاناة شديدة قاسية انعكست على كافة قطاعات الحياة، حتى الذين كانوا يعيشون في أوضاع متوسطة اقتصاديا وماديا أصبحوا أو شارفوا على النزول إلى حالات الفقر والفقر المدقع مع الأسف الشديد، وأعني هنا الموظفون الذين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على معاشاتهم التي انخفضت بشكل كبير أيضا بعد الأزمة الأخيرة التي افتعلتها السلطة في قطاع غزة، وبالإضافة إلى إجراءات الأونروا الأخيرة حول فصل مجموعة من أو أعداد من اللاجئين العاملين في مؤسساتها.
على أي حال هذا الموضوع خاضع للنقاش اليوم مع ضيفنا الأستاذ محمد يوسف حسنة الخبير في الشؤون الإنسانية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد معنا في هذه الحلقة. كما ينضم إلينا لاحقا الدكتور معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة. ونبدأ نقاشنا بحول الله بعد متابعة هذا التقرير، فابقوا معنا. على عتبات عيد الأضحى المبارك يقف أكثر من 65% من أبناء قطاع غزة المحاصرين لا يملكون قوت يومهم بفعل الحصار الاقتصادي المفروض على السكان من قبل الاحتلال الإسرائيلي والعقوبات الجماعية من قبل السلطة الفلسطينية. نسبة بطالة عالية، نسبة الفقر عالية، أعتقد أنها ما بين 50-60%. طبعا هذا بيرجع كله للحصار، البطالة، العمل، أعتقد أنه ما فيش يعني وظائف جديدة. كل الشغلات هاي طبعا بتأثر بنسبة كبيرة في موضوع اللي هو الفقر. فالعمال الذين اعتادوا العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 قد حرموا من العمل، والموظفون التابعون للسلطة الفلسطينية قد وصل حجم الاقتطاع من مرتباتهم الشهرية إلى النصف في أحسن الأحوال، وحرم التجار والمزارعون من التصدير خارج القطاع. الموظفين كافة لا يستطيعوا أن يلبوا احتياجاتهم الضرورية أو أن يسددوا التزاماتهم من أقساط وبنوك وغيره، فإذن الوضع في منتهى الخطورة، الوضع في حالة انهيار اقتصادي، السوق يعني يعج بالبضائع ولا يوجد هناك مشترون، الكل قد طاله الضرر، ومن ثم نحن أمام واقع مرير ومستقبل مظلم ما لم يظهر شيء جديد في المستقبل. جميع ما سبق يشير بوضوح إلى حالة الفقر الشديد الذي وصل إليه أهل قطاع غزة عام 2018، لا يقدر فيها الأب أو الأم على شراء الثياب الجديدة لأطفالهم أو حتى ألعابا تنسيهم جوع بطونهم وهم ينتظرون الأمل الغائب. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن أستاذ محمد، شهور قاسية مرت على قطاع غزة الشهور الماضية، في العام الماضي وقبله، لكن الأمور ازدادت سوءا خلال الفترة الماضية كما تعلم. كيف يمكن أن نصف أوضاع غزة المعيشية والاقتصادية والإنسانية خلال هذه الفترة؟ في طريقي إلى الاستوديو شاهدت تقرير إلى الصحفية في قناة الجزيرة مباشرة غالية حمد، نعم، تستعرض وضع أحد جرحى مسيرات العودة المصاب بالغاز من التشنجات. تقول أن والده قام ببيع زجاجة الزيت المتواجدة في البيت لكي يوفر ثمن المواصلات للوصول إلى المستشفى. مؤلم جدا، يعني تخيل هذا فقط، القصة القصيرة هذه التي حدثت هذا اليوم، لك أن تتخيل مدى صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل أيضا وجود الضبابية السياسية الموجودة في القطاع. هناك حالة أو كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة تراكم سنوات الحصار، نتيجة أيضا العقوبات المفروضة على قطاع غزة، نتيجة تقليصات الأونروا التي ازدادت من ورائها نسبة الفقر التي وصلت كما ذكر التقرير إلى 65%، فيما وصلت نسبة البطالة أكثر من 47%، خصوصا في وسط الشباب وصلت تقريبا 47%، وحسب تقرير نتيجة هذه الظروف الصعبة ثلث الشباب الفلسطيني في قطاع غزة يرغب في الهجرة خارج القطاع نتيجة انغلاق أو انسداد الأفق فيما يتعلق في الجانب الاقتصادي. المعاناة شديدة في أكثر من مستوى، المستوى الصحي، المستوى التعليمي، الطلبة الآن نحن على أبواب فصل دراسي جديد سواء كان في المدارس أو في الجامعات. طلبة المدارس لا يستطيعون دفع إيفاء أهاليهم، لا يستطيعون الإيفاء بمستلزمات الدراسة من زي مدرسة وحقيبة مدرسية، الطلبة غير قادرين على سداد الرسوم الجامعية، الجامعات في ظل العقوبات على غزة وفي ظل أن معظم المانحين لم يفي بتعهداته لهذه الجامعات، القدرة التشغيلية لديها قلت، وبالتالي هنالك خوف على العام الدراسي ككل سواء كان في الوكالة أو في الحكومة أو حتى في الجامعات الفلسطينية. المستشفيات تذهب
لتقوم بإجراء عملية جراحية في مستشفى الشفاء يعطيك قائمة انتظار حتى 2020 أو 2022 نتيجة عدم وجود يا إما المستهلكات الطبية والأدوية أو عدم وجود إمكانية لإجراء العملية وأنت تحتاج إلى الانتظار. تذهب إلى مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بإجراء هذه العملية يقول لك نساعد بجزء من المبلغ ولكن تبقى أن تدفع مثلا $500 للعملية. تذهب إلى القطاع الخاص يحتاج إلى $1,000. نعم. فكيف أنك أنت بدك توفر أنا هذه؟ أنا لاحظت في إجابتك أن هذه الأوضاع مست كافة قطاعات الحياة. غزة كلها بلا استثناء وكافة القطاعات فيها متضررة. أنت تتحدث مثلا عن العام الماضي 100,000 شيك مرجع من قبل تجار في قطاع غزة. التجار اللي هم جزء منهم عماد الاقتصاد في قطاع غزة رغم أنه ما عندناش مفهوم الاقتصاد بالمفهوم، ولكن حين يكون في 100,000 طلب حجز أو اعتقال لهؤلاء التجار على ذمم مالية، فلك أن تتخيل هذه الكارثة حين تجد أن معظم الموظفين بالمناسبة الذين يتقاضون رواتب غير قادرين على دفع رسوم إيجار البيوت اللي هي الإيجار الشهري للبيت ويكون موظف ومهددا بالطرد وهذا الذي يتقاضى راتب سواء كان 40% أو 50%. نعم. فمن بالك ب 120 ألف عامل متعطل عمل منذ عام 2000 منذ بداية الانتفاضة حتى اليوم لا يتقاضى أي نوع من أنواع المساعدات أو أي نوع من الراتب، بالإضافة إلى جيش المتعطلين المضاف لهم الخريجين وصلت كما قلت نسبة البطالة عندنا 47% أكثر من 60% وسط الشباب. نعم. فكل هذه الأرقام تعكس يعني واقع صعب جدا في 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 القطاع لا يمكن معالجته داخليا، بالإضافة إلى وجود نزعة إلى عقاب غزة نتيجة مواقفها سواء كانت السياسية أو بخلاف، ولكن هي تنعكس على الطفل الصغير والكبير. طبعا للتذكير قبل أن ندخل في موضوع العقوبات وفي موضوع المعالجة، نحن نتحدث عن أوضاع وصلت إلى هذا المستوى المتردي جدا والصعب ناتج عن حصار استمر لقرابة 12 عام على التوالي. يعني المسألة لا تتعلق بحصار سنة سنتين، بالإضافة كما تفضلت للعقوبات التي مارستها السلطة منذ عام حتى الآن. هي الظروف الذروة الآن التي وصلت فيها الكارثة الإنسانية هي فعلا نتيجة هذه التراكمات من سنين الحصار، بدأت في العام 2006 ومن ثم ازدادت في 2007 ومن ثم الآن وصلت إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم لمقايضة وقف مسيرات العودة مقابل البضائع التي تدخل أو تخرج من معبر كرم أبو سالم، أيضا شملت كافة مناحي الحياة كما قلنا من ضمنها أيضا مثلا قضية الكهرباء في قطاع غزة. الكهرباء تأتي فقط 4 ساعات أو 3 ساعات من أصل 24 ساعة. البدائل غير الآمنة لاستخدام الكهرباء أفقدت أكثر من 34 مواطن حياتهم، يعني أطفال حرقوا وكان يمكن أكثر شاهد للمأساة استخدام الكهرباء البدائل غير الآمنة. أطفال كانوا نائمون، الشمعة اشتعلت في الغرفة، ذهبوا ليحتموا من النار بالدولاب الخشب فاحترقوا داخل الدولاب الخشب، أو أحد كبار السن الذي قام بإيقاد الفحم للتدفئة في الشتاء فتوفاه الله نتيجة الاختناق الشديد. الماء لا يجدون الماء كل 5 أيام تأتي 3 ساعات، وإذا إجت الماء وإذا كانت الماء حاضرة الكهرباء قاطع وهكذا، فالمعاناة متجددة ومستمرة منذ أكثر من 12 عاما، بالإضافة إلى العقوبات التي حدثت في الفترة الأخيرة هي التي أيضا أرهقت الموظفين في الموظفين المحسوبين على الحكومة. فعلت العقوبات من استهدفت؟ يعني هي الآن استهدفت الموظفين الذين تقاضون راتب من السلطة في رام الله، الذين قاموا بالالتزام بقرار رئيس محمود عباس بالجلوس في بيوتهم عقب أحداث يونيو حزيران 2007. هؤلاء يعيلون عائلاتهم ويعيلون أيضا عائلات ممتدة، يعني قد يصرف على أبي أخي، فالآن حين يكون راتب مثلا بحدود 3000 شيكل ويأخذ 50% 1500 شيكل يذهب للبنك القروض، يعني جزء كبير منهم أخذ قروض في من البنوك لبناء شقة أو التوسع أو شراء سيارة أو افتتاح مشروع خاص فيه أو حتى إكمال تعليمه، فبالتالي لا يبقى له إلا مثلا 600 شيكل أو 500 شيكل يدفع إيجار، إذن لا يبقى شيء حتى يصرفه لنهاية الشهر. هذا أضاف إنه أن حتى هذا الموظف الذي يتقاضى راتب أصبح بحاجة إلى توفير المساعدات الغذائية، وأصبح أكثر من 85% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو بحاجة إلى الطرد الغذائي. قبل ذلك
حين كان يتصل بنا المانحين لطلب تقديم مساعدات الطرد الغذائي، نحن نقول في غزة نحن لا نريد كوبونات أو مساعدات، نريد أن فرص عمل، فرص تنموية، بحيث أنه هذا المال الذي يذهب يبقى، نخرج من يعني نخرج من عنق زجاجة المساعدات الإغاثية. ولكن الآن أنت أمام قطاع عريض من الشعب الفلسطيني لا يجد قوت يومه. نسبة انعدام الأمن الغذائي فاقت 72%، يعني لديك أكثر من 8 ممكن تصل 8 عائلات من أصل 10 عائلات ما بتلاقي الأكل في بيتها، فبالتالي أنت صرت مضطر أنك أنت تقبل بهذا النوع من المساعدة. اسمح لي أستاذ محمد، أرحب بالدكتور معين رجب، أستاذ الاقتصاد في الجامعات الفلسطينية. أهلا بك معنا دكتور معين. أهلا بكم دكتور. بماذا يمكن أن نصف الاقتصاد الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة في هذه الآونة؟ الاقتصاد الفلسطيني عام، والاقتصاد في قطاع غزة اقتصاد يعيش حالة من الركود الشديد، حالة من الكساد المستمر في الأسواق. قطاع غزة كما نعلم هو عبارة عن شريط ضيق من الأرض شرقي البحر الأبيض المتوسط، مساحته 360 كيلومتر مربع، يعيش فيه أكثر من 2 مليون نسمة، ويواجه أو يعاني من أعلى كثافة سكانية على مستوى العالم، محاط بالعدو من أكثر من جهة، ثم البحر المتوسط الذي تسيطر عليه إسرائيل، ثم الشق الرابع وهو الجوار مع جمهورية مصر العربية من الجنوب. إسرائيل تسيطر على القطاع برا وبحرا وجوا. إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية لكي تسعى إلى تفريغ الأرض من السكان. نجحت إلى حد كبير في تحقيق هذه السياسة من خلال البعد الاقتصادي، أعطت أهمية للبعد الاقتصادي بحيث أن قطاع غزة خاصة لا يصلح للعيش. وبالفعل التقارير الدولية والمحلية والإقليمية أكدت هذا الوضع، ثم واقع الحياة بالفعل يعيش هذه الحقيقة أن قطاع غزة أصبح أرضا أو منطقة أو إقليما غير صالح للعيش. كما تحدث المتحدث الكريم معكم، كما أسهل في طرح الجوانب المختلفة للمعاناة، لا يستطيع أن يصل إلى المياه النقية، لا يستطيع أن يصل إلى الكهرباء التي هي أساس الحياة، وهي تعادل في حياتنا الماء والهواء، فلا يتوفر لدينا هذه العناصر. البحر ملوث بسبب سوء الصرف الصحي الذي يتجه إلى البحر، لا توجد كهرباء لكي تعالج مياه الصرف الصحي، فيتم تحويلها إلى البحر، وأصبح المتنفس الوحيد، المتنفس اللائق، المتنفس الذي يتميز به قطاع غزة على هذا الشاطئ الجميل، الشاطئ الساحر، أصبح ملوثا ولا يمكن الاستحمام به أو الاقتراب منه لأنه لا يصلح لهذه الغاية. إذن هذه بعض ملامح نقول فيها أن مختلف المواطنين اللي هم نحو أكثر من 2 مليون نسمة، جزء يسير فقط الميسورين منهم الذين يستطيعون أن يلبوا احتياجاتهم الأساس، وما عدا ذلك العمال الفلاحين الموظفين صغار السن كبار السن كافة شرائح المجتمع، الأطفال طبعا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. لدينا حالة انعدام أمن غذائي عالية جدا، بحيث أنه أكثر من 50% في قطاع غزة من مختلف فئات الأعمار لا يستطيعون أن يلبوا الاحتياجات
بالسعرات الحرارية المطلوبة للجسم، فيصاب الجسم بالضعف والهزال والتقزم وكثير من الأمراض، وخاصة بين الأطفال التي تزداد معدلات الوفاة بينهم. دكتور أريد أن أسألك، يعني دكتور لو سمحت لي بارك الله فيك دكتور، أنت تعرف أن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالاقتصاد الصهيوني بشكل مباشر، وأريد أن أسأل هنا عن النظريات التي عمل الاحتلال الصهيوني، النظريات الاقتصادية أقصد، التي عمل من خلالها كي يصل بنا إلى هذا المستوى المخيف من الأوضاع الاقتصادية، والتي تنعكس كما سيأتي الحديث لاحقا على كافة قطاعات الحياة، على الأمور الاجتماعية والنفسية للمواطنين، وحتى على قدرتهم على مكافحة هذا الاحتلال وطنيا والاشتباك معه. هل ثمت نظريات عمل الاحتلال عليها خلال الفترة الماضية؟ هي لا توجد نظريات اقتصادية تتجه إلى هذا الدمار. ليس هناك اقتصادي يصيغ نظرية، أو ليس هناك فكر اقتصادي لديه آليات لكي يصل الاقتصاد إلى حالة الدمار، وإنما هي الدسيسة والمكيدة الإسرائيلية كعدو ممعن في إذلال الفلسطينيين، كعدو استغل الاقتصاد أفحش استغلال لكي يضغط على الفلسطينيين، لكي يبتز الفلسطينيين، لكي يحرمهم من قوت حياتهم اليومية. هذا تدرج كما ذكر متحدثكم الكريم، لم يأتي فجأة، بل بالعكس كانت بداية سنوات الاحتلال قدمت إغراءات شديدة للعمال من خلال فرص العمل بأجور مرتفعة، إلى أن اعتاد ترك الفلسطينيون مصانعهم، تركوا مزارعهم، تركوا أشغالهم، متاجرهم في الضفة الوسطى، واتجهوا للعمل داخل إسرائيل لكي يستفيدوا من الأجور المرتفعة. ثم انقلبت الأمور، منع سكان قطاع غزة، عمال قطاع غزة، من العمل بشكل كامل في الجانب الإسرائيلي، فتدور هؤلاء العمال جوعا. هذه ضمن السياسة، تبحث عن نظرية لتصل. بالفعل إسرائيل تتبع سياسات ممنهجة مدروسة، نعم، إلى أن تجعل المواطن لا يجد حاجته اليومية، ولا يكون أمامه خيار إلا البحث عن مكان آخر بديل. نعم، أرجو أن تبقى معي يا دكتور. يعيش على الفتات التي قد تكون متاحة. وهذا ما يحصل، نعم. أرجو أن تبقى معي يا دكتور معين، سأعود إليك بعد قليل. الأستاذ محمد، لو أردنا أن نتحدث عن احتياجات قطاع غزة وعن أولويات في هذه الاحتياجات، يعني سابقا كنتم تطلبون من المانحين بعض المشاريع التنموية، الآن تطلبون سلة غذائية. ما هي الأولويات الملحة الآن؟ ولا سيما معذرة للمقاطعة أن هناك حديث يومي عن جرحى وإصابات، وهذا الموضوع وحده يحتاج إلى اهتمام خاص. نحن نتحدث عن قرابة 15,000 جريح. طيب، ولكن قبل الاحتياجات أود تعريج صورتين لها علاقة في الحصار. نعم. في عام 2017 توفى الله تقريبا 54 مريض كانوا ينتظرون العلاج بالخارج أو تحويلات العلاج بالخارج. إسرائيل ماطلت في إصدار التصاريح الطبية لهم. نعم. وفي أحد الحالات في منطقة خان يونس كانت الفتاة مقعدة، أوقفوها في حاجز إيريز أمام الباص الذي ينقلها إلى المستشفى للعلاج، كانت مصابة بالسرطان حسب ما أعلم، وخيروها ما بين أنها تقدم معلومات عن أحد المقاومين وتأخذ هذا العلاج أو ترجع إلى غزة بدون علاج، فرفضت، فرجعت إلى غزة وتوفاها الله بعد أسبوع من هذا العلاج. فقط لترى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. أمر آخر في قضية اعتقال الصيادين، لدينا 3500 صياد، مسموح فقط الآن 6 ميل تقريبا بحري في الصيد بشكل يومي وبشكل ممنهج، يتعرضون لإطلاق النار وقتل وأيضا اعتقال،
ومساومات أيضا في الجانب الشرقي. أيضا المزارعين لا يستطيعون الدخول إلى أراضيهم الزراعية، وجزء كبير من هناك عدد من الشهداء آخرهم كان في منطقة خان يونس أيضا في المنطقة الشرقية، استشهد أحد المسنين كبار السن وهو يعمل في أرض الزراعية. يعني هذه أشكال سريعة لشكل الحصار الإسرائيلي على كافة أيضا أوجه الأنشطة الاقتصادية أو حتى من يخرج أو يطلب هذا العلاج. في قضية الأولويات الحقيقة أكثر شيء ملح لدينا الآن هم جرح التظاهرات السلمية التي تحدث على الحدود. تتحدث عن 14 ألف جريح أو أكثر، أكثر من 14 ألف جريح، وهو عدد يفوق عدد الإصابات التي حدثت عقب عدوان 2014. أكثر من 300 حالة أو 400 حالة تحتاج إلى علاج طبي دائم وإلى فترات طويلة، وأيضا حتى البعض المتوسط يحتاج إلى مراجعات وعلاجات بعدم وجود أدوية مستهلكات في المستشفيات، عدم وجود إمكانيات طبية لتأدية هذه العمليات بالشكل السليم. هنالك حاجة إلى الاهتمام بهذا الجانب عبر دعم هؤلاء الجرحى والمصابين من مسيرات التظاهرات السلمية، بالإضافة إلى تحقيق نوع من الكفالة الشهرية ولو المؤقتة لهؤلاء. الإلحاح الثاني أو الحاجة الثانية، نحن نتحدث عن بداية فصل دراسي جديد سواء كان جامعة أو مدارس، فبالتالي نحن بحاجة إلى كفالة الطالب الجامعي بحيث أنه يتمكن من استكمال دراسته خصوصا الطلبة المتفوقين، وأيضا كفالة الزي المدرسي لطالبة المدارس في القطاع. بحاجة أيضا إلى صندوق المريض الفقير. صندوق المريض الفقير هذا صندوق يعني نستطيع من خلاله علاج المرضى الفقراء، بحيث من لا يستطيع الانتظار على قوائم الشفاء يذهب إلى المستشفيات، وهذا الصندوق يقوم بتغطية نفقات العمليات بالحد بالأدنى وحتى صرف الأدوية للمحتاجين. أيضا في ظل الانعدام الأمن الغذائي وتخلي الأونروا عن دورها الآن أو تقليص خدماتها في القطاع، نحن بحاجة إلى المساعدات الغذائية أيضا في قطاع غزة، بالإضافة إلى التركيز أيضا قدر الإمكان على موضوع المشاريع الصغيرة، فهي تبقى وإن كانت الظروف غير مناسبة، ولكن نحن نفضل أيضا بشكل دائم هو العلاج الإشكاليات من جذورها. بعض المشاريع يمكن أن تنجح، هناك مبادرات حتى في الشباب في قطاع التكنولوجيا وقطاع المعلومات نجحوا بشكل كبير أن يتحولوا من خريجين عاطلين عن العمل إلى خريجين قادرين على العمل. هي تقريبا أهم الاحتياجات الآن في القطاع. أشكرك أستاذ محمد. أنتقل بسؤال أخير للدكتور معين. دكتور، ما الذي يحتاجه الاقتصاد الفلسطيني حتى يتعافى قليلا من هذه الأزمة الكبيرة؟ ما الأمور التي يمكن أن تحسن من أوضاع الاقتصاد الفلسطيني ومن الأوضاع المعيشية للمواطن الفلسطيني أيضا؟ تتمكن في قضية العمل وقضية التنقل. الأساس فيها أن حق العمل حق مسؤول من كافة الدساتير والتشريعات الدولية. الفلسطيني محروم من هذا الحق، محروم من الحياة ذاتها. نحن نريد أن نعيش بحرية على أرضنا حتى ولو كان ذلك في ظل الاحتلال. الحصار هو حادث يقف بالمرصاد أمام أي نمو، أمام أي نهضة، أمام أي تنمية. لذلك ما طرحه الزميل محمد على أساس الاحتياجات العاجلة هذا مطلب ملح، ولكن نحن أمام مطلب أساسي وهو حقنا في حرية التنقل في الداخل والخارج، بمعنى أن تكون المعابر مفتوحة. وهذا ما كفله بروتوكول باريس الاقتصادي بين الفلسطينيين وإسرائيل. الأصل أن يعطينا هذا البروتوكول مظلة تمثل اتحاد جمرك. فحرمنا من هذا الحق، حرمنا من التنقل، حرمنا من تبادل السلع بحرية. إذن هذه هي الأساسيات التي تنقل حالنا من حال إلى حال، عوضا عن الأمور الطارئة التي أصبحت ملحة في الوقت الحاضر والتي معاناتها تتعاظم من وقت لآخر. إذن في حال أننا حصلنا على
الامتساك من الحصار الاقتصادي المفروض علينا من كافة الجهات، ستفتح أمامنا الكثير من الفرص خاصة مع جمهورية مصر العربية التي تربطنا فيها رابطة الجوار على حدود برية قرابة 14 كيلومتر وعلى حدود بحرية من خلال ساحل البحر المتوسط، تسمح بإقامة روابط اقتصادية لا محدودة، تفتح الآفاق أمام العالم الخارجي. من حقنا أن يكون لنا ميناء بحري ننفتح فيه على العالم الخارجي، من حقنا أن يكون لنا مطار جوي نتنقل فيه أو نرتبط بالعالم الخارجي. إذن هذه المطالب التي تمثل حقوق أساس كما هو بكافة البلد. نعم، أشكرك دكتور معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، كنت معنا من غزة. أستاذ محمد، فيما يتعلق بأولويات القطاع كما تفضلت قبل قليل، لكن أيضا المانحون لديهم أولويات، والساحات التي تحتاج إلى مساعدة أو المناطق التي تحتاج إلى مساعدة هي مناطق كثيرة في الحقيقة، والعالم العربي في أكثر من منطقة ينزف، وبالتالي لماذا يقدم المانح لغزة يعني ما لا يقدمه لغيرها؟ بمعنى هل غزة تحتاج إلى تدخل عاجل، وما هي الخصوصية التي تتميز بها؟ دعني أولا أتفق مع الدكتور معين، أنا ما طرحته هو الأولويات العاجلة الآنية. نعم. ولكن ما يتعلق فيما إذا يحتاج قطاع غزة فهو إنهاء احتلال ورفع حصار وفتح معابر وحدود، وبالتالي لن نحتاج أيضا إلى أي مساعدة، قد نساعد غيرنا إن شاء الله إذا رفع الحصار إن شاء الله. المانحون دائما يكون تركيزهم على المناطق الأكثر سخونة من حيث مناطق الصراع أو القصف أو الدمار أو حتى سيل الدماء، وغزة أحد القضايا الموجودة على طاولة المانحين وليست الوحيدة. ولكن ما يميز غزة أن المانح حين يدفع لغزة خصوصا المانح العربي والإسلامي هو لا يدفع فقط لأن هنالك فقر ولأن هنالك بطالة، لا، ولكن يدفع لغزة لأنه يعرف أن هنالك مجتمع يقاوم احتلالا يعتدي على مقدرات الأمة العربية والإسلامية واحتل قبلتها الأولى، فبالتالي هو يقوم بواجبه اتجاه إسناد هذا المجتمع الفلسطيني الذي إذا انهار انهار آخر حصن أو آخر معقل في الدفاع عن قضية المسلمين الأولى وأمل التحرير في أمل تحرير القدس من هذا المنطلق. فهذا الواجب المفروض على الدول العربية والإسلامية في التعاطي مع دعم فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص. أما في قضية الفقر والبطالة وقضية الدم، قد يجد المانح الكثير من المناطق الأكثر سخونة مثل سوريا، اليمن، المجاعة في الصومال، العديد من الإمكانيات. ونحن نقول أن فلسطين ليست القضية الأولى، آسف، ليست القضية الوحيدة، ولكنها احنا نعتبرها أنها في وجهة نظرنا ووجهة نظر العالم العربي والإسلامي هي القضية الأولى والقضية المركزية، وتحتاج إلى جهد كما يحتاج باقي الدول إلى جهد يعني. نعم بلا شك. لكن الآن إذا أردنا أن نتحدث بشكل عاجل، هل هناك مشروعات معينة، هل هناك أمور معينة تحتاجها غزة في هذه الآونة؟ كما قلت لحضرتك يعني هو الآن علاج جرحى مسيرات التظاهرات السلمية على طول الحدود، أيضا دعم صندوق المريض الفقير، دعم احتياجات الطلبة المدارس والجامعات، دعم المشاريع الصغيرة. إذا توسعنا هنالك لدينا 20,000 يتيم في قطاع غزة، وبالمناسبة دول مكفولين كانوا من العديد من الجهات بالمؤسسات، ولكن نتيجة التقليصات جزء كبير من هؤلاء الأيتام دون كفالة شهرية. تقلص يعني جزء من المؤسسات أغلقت في قطاع غزة ولم تعد ولها وجود، المؤسسات الدولية. نعم. أو حتى بعض المؤسسات العربية نتيجة بعض الظروف أغلقت أو تم التضييق عليها فلم تعد ترسل الأموال إلى قطاع غزة بحجة مثلا أن المنطقة منطقة إرهاب أو ما إلى ذلك، فهذا انعكس سلبا على قدرة الجمعيات المحلية في قطاع غزة للإيفاء باحتياجات هؤلاء الأيتام. نتحدث عن 5,000 بيت يعيشون في ما يشبه البيوت، في بيوت بلاستيك. أحد الفتيات تقول في أحد الزيارات الميدانية حين كنت في غزة نقوم بها، تقول أنها تخشى أن تذهب إلى بيت الخلاء في منتصف الليل لأنه بعيد
في 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 منطقة بعيد عن الخص التي تعيش فيه. العديد من العائلات تعيش في 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 بيوت بلاستيكية وتحتاج إلى ترميم. بعض البيوت التي هدمت في عام 2008 حتى الآن لم تعمر. في 2014 أيضا لم تعمر. أكثر من ثلث هذه البيوت لم تعمر حتى اللحظة. احتياجات كبيرة، ولكن هناك كما قلت الاحتياجات الآنية. نحن نحتاج إلى مساندة الجرحى الآن، كفالة الطلبة الجامعيين، تعزيز صندوق المريض الفقير، تزويد المستشفيات بالأدوية والمستهلكات الطبية، مساعدة المزارع الفلسطيني، مساعدة الصياد الفلسطيني، ومحاولة أيضا فك الغارمين. لدينا العديد من السجون في السجون يعني من أعيان البلد، ولكن نتيجة الظروف المالية لا يستطيع تسديد ديونه فيذهب إلى السجن نتيجة الأمن القضائي. نعم. فبالتالي نحن نحتاج إلى الوقوف مع هؤلاء، خصوصا أن جزء منهم كبير كان يقدم مساعدات للفقراء في فترة من قد خلت، ولكن الظروف انعكست سلبا عليه وعلى قدراته على ذلك. نعم. قضية كبيرة وتحتاج إلى وقت أطول للحديث والنقاش، لكن نكتفي بهذا القدر. أستاذ محمد يوسف حسنة، الخبير في الشؤون الإنسانية، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي الدكتور معين رجب، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الفلسطينية، الذي كان معنا من غزة. وألتقيكم بعد فاصل قصير ومع زهرة المدائن. في زهرة المدائن وعاصمة الحضارة والثقافة القدس المحتلة، عاش المسلمون والمسيحيون واليهود فترات جميلة جدا في حياة وادعة قبل أن يحدث هذا الاحتلال الغاشم مع الأسف الشديد. هناك طقوس، هناك عادات، هناك تقاليد جميلة جدا تستذكرها الأجيال وما زالت قادرة على البقاء والصمود إلى يومنا هذا. الطائفة الأرمنية في القدس المحتلة تصنع شيئا يسمى بالهريسة الأرمنية، وهو طعام يقدم إلى الفقراء. دعونا نتعرف على هذه الهريسة. موجود أنا هلا بالبطركية الأرمن الأرثوذكس الكائنة بالقدس باب الخليل، وإحنا اليوم عم نسوي أكلة مهمة جدا، هي أكلة الهريسة، طبخة الهريسة، وهذه إلى تاريخ عريق جدا عندنا كأرمن، وبلشت سنة 451 بعد الميلاد. كلمة هريسة تعتبر بالأرمني منقول هاريتسيك هاريل هيريك، يعني أهرسوا. أهم شيء إنه القمح يكون جودته منيحة، مقشور، ينتقع بمي لمدة يومين أو ثلاثة، بعديه بنسلق لمدة ساعة ونص ساعتين، وفي نفس الوقت بنكون محضرين يا لحمة عجل يا لحمة خروف مسلوقة جيدا ممتاز. بعدين لحمة بتتفتفت إلى شعرات خفيفة كتير، وبتنحط بالقمح وبتبلش تندق بالمدق الخصوصي لمدة ساعتين لثلاثة، لما يصير اندماج كامل بين القمح واللحمة. هذه بنسويها بعيد الفارتانانس اللي يسمى على حرب الفارتانانس. أرمينيا كانت موجودة تحت الاحتلال الفرسي، وكانوا الفرس وقتها هن بيعبدوا النار، والفرس اجوا حاولوا انه يغيروا الديانة تبعت المسيحية الأرمن المسيحية لا يصيروا عبيدة نار، ولكن صارت حرب كبيرة جدا كانت تحت إشراف الملك غيفونت هيريش. بعد ما خلصت الحرب أمر الناس اللي حوالي الخدم والحشم إنه روحوا اذبحوا خرفان، اذبحوا عجولة، وسووا تضحية للشعب المحتاج وللشعب الفقير. في عندي بحس شغلة واحدة، إنه
بغض النظر انه احنا شغيله عندنا ملتزمين بشغلهم، بس اليوم بحس انه في عندهم طاقه زياده على اللزوم وبحبوا يعطوا، بعرفش عشان الشغله هي للفقراء وكعيد. زمانات كانوا الستات يجتمعوا يسووا الهريسه مع بعض، وكانوا يسووا رقص وانبساط وغنى، وكانت تصير في طقوس وصلوات دينيه هناك وهن بطبخوها وتراتيل دينيه، فكانت تاخذ طابع اكثر ديني مما هو الشغله هي، مش انه بس طبخه زاكي وحبيناها لا، الطبخه هي اكثر هي تاريخيه تراثيه دينيه. اهلا بكم من جديد إلى فقرة حكاية مدينة، وحديثنا اليوم عن مدينة غزة، موطن الوطنية وخزان ووقود الثورة وموطن الهزة، فالمتابعة. مدينة غزة، غزة هاشم، سميت بهذا الاسم نسبة إلى جد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، هاشم بن عبد مناف الذي دفن فيها، وتعد من أعرق وأقدم مدن العالم، بل وأكثرها كثافة سكانية. غزة هي بوابة آسيا ومدخل إفريقيا، وكانت عبر العصور مفتاح التجارة والحرب والاستقرار لأي حاكم، لذلك تعتبر العاصمة الثانية لفلسطين، وهي المدينة الوحيدة في العالم التي هدمت مراراً وتكراراً في نزاع الحضارات، ولكنها في كل مرة تلملم جراحها وتستنهض همتها وتستصرخ أبناءها لتبدأ من جديد. غزة أول مدينة فلسطينية تدخل السجلات التاريخية، فقد تم ذكرها في النصوص المصرية القديمة كمدينة رئيسة منذ أواسط العصر البرونزي. تعرف غزة عند علماء الآثار بأنها مدينة عائمة على بحر من الآثار، وقد أدرك الاحتلال الصهيوني ذلك، فقام بنهب الآثار المهمة منها بشكل مخطط وممنهج فيما عرف بمذبحة الآثار. من أبرز معالمها الأثرية في بلدتها القديمة المسجد العمري الكبير، وهو أحد أكبر وأقدم المساجد الأثرية في فلسطين، حيث تم تشييده على يد الكنعانيين قبل 3000 عام على شكل معبد وثني، ومن ثم تحول إلى كنيسة أفذوكسيا حتى جاء المسلمون وحولوه إلى المسجد العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسجد السيد هاشم، والذي يعتقد أن قبر هاشم موجود فيه. قصر الباشا، وهو اليوم متحف ومزار للسياح. كنيسة القديس بروفيريوس، ومسجد كاتب ولاية الملاصق للكنيسة، واللذين يرويان للعالم روعة تعانق أجراس الكنائس مع تكبيرات المساجد. تقع مدينة غزة جنوب غرب فلسطين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي شمال قطاع غزة، وتعد أكبر مدنه، وفيها قرابة نصف سكان قطاع غزة. تتكون من 20 حياً ومنطقة سكنية إضافة إلى مخيم الشاطئ للاجئين، ومن أشهر أحيائها حي الشجاعية، والذي وقعت فيه مجزرة الشجاعية في حرب عام 2014، وسمي بذلك نسبة إلى الشهيد شجاع الدين الكردي، أحد قادة صلاح الدين. حي الشيخ عجلين، والذي يعتبر عنبه من أجود أنواع العنب في فلسطين. حي التفاح وحي الزيتون، واللذين سميا بذلك لجودة التفاح والزيتون الموجود فيهما.
تشتهر غزة ببعض الصناعات التراثية مثل البسط والفخار والأثاث المصنوع من الخيزران والتطريز والنحاسيات والنسيج، والتي حال حصار غزة اليوم دون تصديرها إلى أوروبا. يقال إن اسم الشاش في اللغة الإنجليزية غوز نسبة إلى غزة، وأيضاً غازون نسبة إلى غزة، وهو نوع من القماش المصنوع من الحرير. أنجبت غزة نجوماً منهم الإمام الشافعي، الشاعر والكاتب المسرحي معين بسيسو، الشاعر الكبير هارون رشيد، والذي غنت له فيروز سنرجع يوماً إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. واليوم تنحني الهام أمام صمود غزة وأبنائها بعد حصار دموي دام 11 عاماً ولا يزال. ذاقوا خلاله ويلات 3 حروب عمدت على قتل الحياة وأنشبت أظفارها في كبد أمة نائمة، والتي ستبقى شهيدة على ظلم العالم وعارا على جبين الإنسانية، ولكنها لم تستطع قتل الإنسان الذي سطر بتضحياته ودمائه الطاهرة قصص العزة والبطولة والكرامة. ولسان حال أبنائها يصدح بي: يا غزة قد خاب من دساك. أنا من غزة مهد العزة، لا أحني رأسي للشدة، أنا في داري كالأشجار أحيا شامخة المعتزة. أنا من غزة مهد العزة، لا أحني رأسي للشدة، أنا في داري كالأشجار أحيا شامخة المعتزة. بالأحجار يهب قال أحفر قبر عدو الغاشم، كتف وليسمعني العالم بدمي أبدي غزة هاشم. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. نسأل الله أن يحفظ غزة وأن ينصرها على أعدائها وأن يخفف ألمها اليومي الذي تكبده، لأنها تمسك بالبندقية وتشرعها في وجه الاحتلال الصهيوني الذي يريد أن تقطع غزة ليستفرد بالقدس ويقضم ما تبقى من جمالها ومن حضارتها. في الختام تذكروا دائما أن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.